بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هندسة ونصائح، معكم المهندس سعيد زواوي. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك يمكنكم تسجيل الإعجاب والمشاركة، وكذا إن أردتم ترك تعليقاتكم واستفساراتكم وسوف أرد عليها إن شاء الله. هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق الذي تناولنا فيه بعض ليميثود دو باراميتراج ديريغاسيون. نذهب إلى طريقة أخرى أوبسيون، مثلا إيريغاسيون أو تسو دو ليبويزمون ماكسيموم. مثلا أختار له دو ليبويزمون عندما يكون 50%. أضغط هنا، عندما يكون 50% من ليبويزمون يدير لي إيريغاسيون. كما تلاحظون أن كل نقطة هي 50% من لا فالور هذه. كل ما يوصل 50% من لا هوتور هذا HCC مو HPF يدير لي إيريغاسيون. ثم نذهب لرؤية طريقة أخرى، مثلا إيريغي أو زانترفال ديفيني بار ليتيليزاتور. أذهب إلى هنا، إتيليزي لزانترفال دو طون ديفيني بار ليتيليزاتور، ثم أعطي له لي جور أبري لي بلونتاسيون، مثلا في 82، ثم أبري 10 جور 92، ثم أبري 10 جور 102 122 اوكي ثم كما تلاحظون 82 92 102 122، هذه هي لي دات ديريغاسيون التي تتملو. نشوفوا الجرافيك، ها هو هنا عندما وصل الى المستوى الخارج او بيان لو بويزمون ماكسيموم، لا دات اللي عطيتها له انا دار لي ايريغاسيون ابري 10 جور، زاد اونتر ايريغاسيون ابري 10 جور اخرى، زاد دار لي ايريغاسيون، وهكذا دوريك حتى النهايه. هذا بالنسبه لي شيونس. سنذهب ونغير على بعض الشيء على لابور. نفس الشيء، اذهب الى هنا، قال هنا عندي خيارات اوتور دابور ديفيني بار ليتيليزاتور. نجي هنايا انا نديفينيه، هو هنا عنده لي دات ديريغاسيون، نعطي له لا اوتور، مثلا نعطي له 182 85 83 90 اوكي ها هي 182 85 83. كما تلاحظون ان لي ديفيسيت اصبحت موجوده، وهذا لان كميه المعطات اقل من الكميه التي يحتاجها النبات. ثم نذهب الى اوبسيون اخرى، اذهب الى هنا، مثلا اعطي له اوتور دو فيكسي وليكن 90 ملم. اوكي، شوفوا ايريغاسيونات 90 متر، توجور مازال عندي لي بارت. نروح نشوفوا لو جرافيك، هاو ليك لي بارت. يمكنني تغيير، مثلا اضعه هنا 82، اوكي كما تلاحظون 82 اصبح عندي 4 ايريغاسيون. اذهب الى جرافيك، كما تلاحظون هنا ها هو التغيير الذي حصل على المنحنى. دائما في شك ايريغاسيون يعطي له لاوتور اللي اعطيتها له انا هي 82. في حاله كانت عندي محاصيل كثيره في قطعة أرض واحدة، البرنامج يتيح لي إدخال هذه المحاصيل جملة واحدة وعرض جدول حول السقي طيلة السنة الزراعية. نذهب لنرى أسولمو، حيث هناك إمكانية لإدخال 20 محصول كأقصى حد. أضع اسم للنو داسولمو، مثلا وليكن أسولمو نيميرو 1. ثم أذهب إلى فيشي كولتير، أختار، أضغط هنا واختار نوع الكلتير الذي اريدها، ماذا تكون بوم دو تير بوتاتو اوفرير. ثم اختار لا دات دو بلونطاسيون ولتكن اول مارس، ثم اختار لا طوماط ولتكن كذلك لا دات دو بلونطاسيون اول مارس. ثم هنا يتيح لي وضع نسبة زراعة هذا المحصول على قطعة الارض، ولتكن مثلا 30% من قطعة الأرض مزروعة بوم دو تير و 35% طومات كمثال فقط. المهم ألا تتجاوز النسبة 100%. ثم أضغط على بيريمتر، ها هو الجدول، يعطيني اسم المحاصيل التي قمت بوضعها، ثم لي بوزوان ديريغاسيون نت دو بيريمتر اون مليمتر بار جور اي اون مليمتر بار موا اي اون لتر بار سيكوند بار هكتار. ثم يعطيني لي سيرفاس ايريغي، بورسونتاج دي سيرفاس ايريغي بوندون لاني. ثم يعطيني لي بوزوان اون ايريغاسيون بور لا سيرفاس ريال اون لتر بار سكوند بار هكتار. بعد ان اكملنا جميع مراحل
برنامج كروبوات 8.0. سوف أريكم الآن كيف نستخرج الجداول والبيانات إلى الوورد أو الإكسل في حالة ما إذا أردنا ذلك، وهي طريقة سهلة وبسيطة جدا. مثلا أذهب إلى كليما اوتي 0، أضغط على الجدول كليك دروات كوبي تابلو دوني اي اون تيت، ثم أذهب إلى إكسل وأضغط كولي. ها هي البيانات المناخية لدوني كليماتيك في إكسل. ثم أذهب إلى بريسيبيتاسيون نفس الشيء، كوبي تابلو دوني اي اون تيت وأضعها مثلا هنا كولي. ثم أذهب إلى لبوزوانو كوبي تابلو دوني اون تيت وأضعها مثلا هنا كولي. ها هي. ثم كالندري كوبي تابلو دوني اي اون تيت وأضعها هنا. وبهذا أكون قد نقلت جميع لدوني إلى برنامج إكسل انطلاقا من برنامج روبوت 8.0. هناك طريقة أخرى لاستخراج البيانات، وهي امبريمي. أضغط على امبريمي ثم تظهر لي هذه النافذة، أختار البيانات التي أريد استخراجها، مثلا كليما اي تي 0، بريسيبيتاسيون، كولتير، سول، بوزوان اونو دي كولتير، اي كالندري ديريغاسيون. ثم أذهب إلى configure imprimante واختار الامبريمونت التي اريد استخراج الملف عليها. مثلا في هذه الحالة اختار ادوبي بي دي اف ليكون الملف على شكل بي دي اف. ثم اضغط ابرسو، هي البيانات كيف تظهر. ثم اضغط اوكي، اقوم بتسمية الملف مثلا ريزولتا، اضعه في المكان الذي اريد، مثلا على سطح المكتب بيرو وريجستري. ها هي البيانات على شكل بي دي اف، جميع البيانات على شكل بي دي اف، يمكنني وضعها في التقرير النهائي للدراسة. هذا كل ما يخص برنامج كروبوات 8.0. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح جيد للبرنامج، وترقبون في برنامج آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.